اللي حابب اتكلم عليه برضه الدودة الأرضة. الدودة الأرضة دي برضه بتعمل لي مشاكل كبيرة جدا في الطماطم. أنهي طماطم؟ الطماطم اللي أرضها ما اتخدمتش كويس، اللي بيقولها بالبلدي كده اللي أنا سلوقت الخدمة بتاعتها، لا حرت حرت متعامد ولا اديتها فرصة كافية للتشميس والتهوية. لما أنا بديها فرصة كويسة للتشميس والتهوية بتنزل الطيور تنقيل اليرقات اللي هي موجودة، أو عمليات الحرت ذات نفسها بتخلصني من أطوار هذه الحشرة اللعينة. طب أنا ما عملتش أو سلوقت الخدمة بتاعتي، إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن النباتات بتاعتي هتتصاب. الإصابة أو أعراض الإصابة هلاقي إيه؟ هلاقي النبات الدودة مطيرة سقط على الأرض، لأن هي التغذية بتاعتها بتتغذى على النبات من فوق سطح التربة، وتبص تلاقي في فتافيت مطرح التغذية بتاعتها. طب أنا أقاومها إزاي؟ أقاوم الدودة الأرضة بالطعم السام، بس الطعم السام بتاعي بيبقى موجود، المكونات بتاعته عبارة عن 25 كيلو جرام ردة ناعمة، وكيلو جرام شبة ناعمة، ونص كيلو عسل، زائد كمية المبيد الموصى به اللي هيقولك عليها المرشد الزراعي ويكون معاك في أثناء الخلط، وبالإضافة إلى صفيحة أو صفيحة ونص مي، يعني من 20 ل 30 لتر مي، ونخمرهم كويس، وبعدين آخر النهار ناخدهم نحطهم تكبيش بجوار النباتات أو النقطات آخر النهار عشان نخلص من مشكلة الدودة الأرضية.